السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله هناخد مع بعض Design of Circular Sliding Base تاني. ياريت الناس تتعامل مع موضوع كانو سيكشن يا جماعة، وياريت نكتب مع بعض، ولو في اسئلة نجمعها مع بعض في الاخر، نكتب بوست على الجروب. الناس بعد ما كلها تكون سمعت تقريبا الفيديو كده مثلا كمان اسبوع ولا حاجة، انا اخش ارد على كل الاسئلة بتاعتنا مرة واحدة عشان الاسئلة بس ما تتكررش والكلام ده كله. احنا النهارده هنتكلم على السيركولار سلايدنج بيس تانك. ايه الفكره فيه؟ احنا خدنا السلايدنج تانك، تعالى اعرفك مفهومه كده بسرعه تاني. فكره السلايدنج ببساطه هي الحته اللي انا معلمها دي، ان في وول، في فلور، مفيش اي اتصال بين الوول والفلور، فكل واحد بيشتغل لوحده، الوول شغاله لوحدها، الفلور شغاله لوحدها، ومفيش اي اتصال بين الاثنين. فمعنى كده ان انا هصمم الوول لوحده والفلور لوحده. طيب ايه الانواع اللي احنا هنصممها في السيركولر سلايدنج بيس تانك؟ عندنا نوعين. النوع الاولاني اللي موجود قدامنا ده اسمه الليفيتد تانك، خزان مرفوع على الارض. الارضيه بتاعتك بتبقى متشاله على كمرة دائريه، والكمرة الدائريه متشاله نفسها على اربع اعمده او عدد من الاعمده زي ما انت شايف بالشكل اللي قدامك ده كده. وبالتالي التصميم هيبقى مختلف حبه عن مين؟ عن النوع الثاني، الريست العصيل. ليه بقى؟ اصل الريست العصيل انت حطيت الارضيه مباشره على التربه، وده احنا خدنا الفكره بتاعته قبل كده، بس الفرق المره دي في السلايدنج تانك اللي هو السيركولر ده انه بقى خزان دائري، فتصميم الدايره هيبقى مختلف حبه عن الريكتانجولر والسكوير اللي احنا خدناهم قبل كده. بس اللي احنا نقدر نقوله ان تصميم الوول لوحده، تصميم الفلور لوحده، ده اللي يهمني دلوقتي. فيبقى اول حاجه كده، لو انا عايز اصمم رقم واحد الول، وهنا مش هتفرق هو اللي فيتد ولا ريست العصايه، لان كده كده تصميم الول لوحده، تصميم الفلور لوحده. عشان اصمم الول اول حاجه كده لازم ابدا اعرف الاحمال اللي بتاثر عليها. ايه الاحمال اللي بتاثر عليها؟ لو انا جاي قاطع راسي كده في الخزان، هلاقي ان القطاع الراسي بالشكل اللي قدامك ده بيأثر عليه مثلث ميه قيمته فوق بصفر وقيمته تحت بي بتساوي جالا ووتر في الاتش ووتر. انا عشان اصممه هاخد شريحه عند اكبر حمل عند قاعده الخزان من تحت، هناخد شريحه عرضها 1 متر، هتبقى شريحه دائريه بالشكل اللي قدامك ده، بيأثر عليها ضغط الميه في كل الاتجاهات بالشكل اللي قدامك ده بقيمه بي بتساوي جاما ووتر في الاتش ووتر. حلو، يبقى كده انا عرفت اللوز اللي بتأثر عندي، الاسترينينج اكشن. الاسترينينج اكشن احنا عارفين دايما ان احنا بنحسب حاجتين، نورمال فورس دايجرام، بندنج مومنت دايجرام. بالنسبه للنورمال فورس دايجرام هتلاقيه عباره عن اكسيال تنشن قيمته بتساوي بي في الار، بحيث ان البي هو ضغط الميه اللي انا لسه حاسبه جاما ووتر في الاتش ووتر، الار هو نص قطر الخزان. اما بالنسبه للبندنج مومنت دايجرام هتبقى قيمته بصفر. ليه قيمته بصفر؟ لان الميه بتاعتك لما بتبدا تاثر بتاثر عمودي على كل الاسطح في كل الاتجاهات في نفس اللحظه، وبالتالي الديفورميشن اللي بيحصل بيكون متساوي في كل الاتجاهات. الديفورميشن اللي بيكون متساوي في كل الاتجاهات ده، طالما مفيش اي فرق في الديفورميشن يبقى مفيش بندنج مومنت دايجرام. يبقى انا كده عرفت الاسترينينج اكشن، وهي هتكون نورمال فورس اكسيال تنشن فقط. بالتالي الخطوه رقم 3، تصميم القطاعات الحرجه، هيكون عندنا قطاع حرج واحد، قطاع معرض لاكسيال تنشن فورس. بناء عليه نقدر نستنتج التسليح اللي هيبقى بيأثر عندي. معنى اكسيال تنشن فورس يبقى لازم يكون في تماثل في التسليح حوالين المحور الطولي للقطاع. يبقى لما انا اخد قطاع افقي لازم يكون في تماثل في التسليح، نص التسليح على اليمين، نص التسليح على الشمال، عشان يكون موجود عندي تماثل. بالتالي لو انا خدت القطاع بتاعي عشان ارسم التسليح، هاخد هوريزونتال ستريب، هاخد فيرتيكال ستريب. هلاقي الهوريزونتال ستريب، عشان اوضح الكلام ده هعمل لك زوم على حته صغيره اهو، هلاقي ان الهوريزونتال ستريب فيها تسليح دوراني اللي هو باللون الاحمر ده، هو ده التسليح الرئيسي بتاعك. اما التسليح اللي باللون الازرق اللي هو المنقط في الهوريزونتال ستريب ده، مجرد حديد ديستريبيوتد كل فايدته تكوين شبكه من التسليح. لما نقطع عليه عمودي في الفيرتيكال ستريب هلاقي ان اللي ظاهر بقى منقط والمنقط بقى ظاهر. ولو انت فاكر دايما لما كنا بنسلح كنا بنقول ظاهر منقط ظاهر منقط، هو ده اللي انا عامله. فده التسليح الرئيسي بالنسبه لي هو التسليح الدوراني. يبقى لو انا عايز الخص تصميم الول، تصميم الول هو 4 خطوات. الخطوه الاولى هو حساب اللودز، واللودز هتبقى عباره عن مثلث ميه قيمته فوق بصفر قيمته تحت بي جاما ووتر في اتش ووتر.
لما انا اخد الاستريب بتاعته باخد استريب افقيه عند القاعده بتاعه الخزان من تحت، بحيث ان قيمه الضغط في الحاله دي بتساوي جاما ووتر في اتش ووتر، بالتالي الاسترينينج اكشن اللي هتتكون عندي عباره عن نورمال فورس دايجرام اكسيال تنشن قيمته تساوي البي في الار. بالنسبه لتفاصيل التسليح، التسليح الرئيسي عندي هو التسليح الدوراني اللي باللون الاحمر، عباره عن اسياخ دورانيه متماثله حوالين المحور بتاع القطاع الافقي بالنسبه لك بالشكل الموضح قدامنا ده، اما الاسياخ اللي بالازرق فهي عباره عن حديد توزيع فقط. رقم 2، لو احنا عايزين نتكلم في تصميم الفلور، تصميم الفلور يفرق على حسب نوع الخزان. هل الخزان بتاعك هو الليفيتد تانك ولا هو خزان ريستد على السويل؟ لان الخزان الليفيتد تانك زي ما انت عارف خزان مرفوع على الارض متشال على كاميرا دائريه، الكاميرا الدائريه متشاله على اعمده، فاحنا عايزين نصمم ده الاول، وبعد ما نخلصه هنبقى نرجع للريستد على السويل. بالنسبه للخزان الليفيتد او الريستد على السويل، احنا عندنا اربع انواع من الاحمال بتاثر عندنا. اول حاجه كده وزن الميه، وزن الميه عباره عن جاما ووتر مضروب في الاتش ووتر. جاما ووتر اللي هو كثافه الميه ب 10، اتش ووتر هو ارتفاع الخزان. رقم 2، الفلور ويت، وزن الارضيه، عباره عن جاما كونكريت في التي فلور. جاما كونكريت اللي هو وزن الخرسانه ب 25 كيلو نيوتن على المتر المكعب، التي فلور هو سمك الارضيه. رقم 3، الوول، وزن الحيطه، وزن الحيطه بيبقى عباره عن حمل على المتر الطولي على المحيط الخارجي عندنا، عباره عن جاما كونكريت في التي وول في الاتش وول كده، انا جبت الحمل المتر الطولي. بعد كده لو احنا حاطين فوق الخزان سقف تغطيه، وزنه ساعتها هيبقى معطى، الوزن ده الاول بيروح للوولز فبالتالي بيتحول لحمل على المتر الطولي مع الوول. بناء على الكلام ده يبقى احنا عندنا اربع احمال، هل الاربع احمال دول بيأثروا عندنا على الخزان؟ تعال شوف معايا الرسمه اللي تحت دي. الوول والكفرنج الاثنين هيتحولوا لحمل على المتر الطولي على المحيط الخارجي زي ما انت شايف كده. فهيأثروا على نفس النقطة اللي موجود فيها الكاميرا الراديال على الراديال بيم تحت الأرضية بتاعتي. فبالتالي زي ما انت شايف وانا موضح لك بالسهم كده، الحمل بتاع دول بيروح مباشره للراديال بيم، الكاميرا الدائريه اللي هي في البلان وفي الاليفيجن عندك تحت اهي، يبقى هو مباشر هياثر على الارضيه؟ لا، فعشان كده احنا مش هناخدهم معانا في الاعتبار، وهنقول اللي هياثر عندنا في الاحمال حاجتين بس، وزن الميه ووزن الارضيه فقط. وزي ما انت شايف لما ناخد الشريحه بتاعتي هاخدها هتبقى عباره عن سيمبل سلاب بالشكل اللي قدامي ده. تمام؟ يبقى انا عرفت كده بناء على الكلام ده عشان اصمم اول حاجه الاحمال اللي هتاثر عندي اهي، عباره عن وزن حاجتين، جاما ووتر في الاتش ووتر اللي هو وزن الميه، زائد جاما كونكريت في التي فلور اللي هو وزن الارضيه. جميل؟ الخطوه رقم 2 زي ما عملنا المره اللي فاتت، نبدا نحسب الاسترينينج اكشن. هو بيقول لك هنا الاسترينينج اكشن عباره عن بيندنج مومنت دايجرام اهو، والقطاعات الحرجه هنا هتبقى اير سايد سكشن. هنفهم دلوقتي ليه مع بعض. لما احنا ناخد الارضيه الدائريه عندنا دي بنقول فيها ان الحمل هنا بيمشي في اتجاهين، الاتجاه الاولاني هو اتجاه نص القطر، الاتجاه الثاني هو اتجاه التانجنشال او اتجاه الدوران. طب ليه هندسه ما نوزعش افق وراس زي ما كنا بنعمل زمان؟ مش غلط، بس لو انت وزعت هنا افق وراسي يبقى هتحط التسليح افق وراسي، بالتالي يبقى الاسياخ اطوالها متغيره عند كل حته في الخزان، وده غير منطقي، انا عايز اثبت اطوال الخزان، فهنسلح في اتجاه الاقطار ودواير كده عموديه ودواير بتلف عليها، وانت سلحت في اتجاهين متعامدين، وبالتالي يقدروا يقاوموا عندي، فبالتالي احنا هنقول ان الحمل عندنا هيمشي في اتجاهين، اتجاه الراديال، اتجاه التانجنشال. في اتجاه الراديال الستانيكال سيستم سواء في الراديال او في التانجنشال عباره عن سيمبل، في اتجاه الراديال هنلاقي عباره عن سيمبل، العزم في النص عباره عن 2/10 دبليو فلور في الار تربيع، حيث دبليو فلور هو وزن الارضيه، احنا لسه حاسبينه فوق مع بعض اهو، ار هو نص قطر الخزان. في اتجاه التانجنشال في الاطراف بيبقى له قيمه، وفي النص بيبقى له قيمه، في النص هو نفس القيمه بالظبط 2/10 دبليو فلور في الار تربيع، في الاطراف 1/10 دبليو فلور في الار تربيع، والحته دي دكتور محمود وضحها في المحاضره هي جت منين بالظبط. بناء على الكلام ده يبقى انا لو هصمم قطاع حرج واحد بس بيمثل مركز الخزان، العزم عليه بيساوي 2/10 الدبليو فلور في نص قطر الخزان تربيع، سواء في اتجاه الراديال او في اتجاه التانجنشال،
وواضح قوي ان هو قطع ارسايد سيكشن لان الحبل بيأثر من فوق والعزم لتحت، فدي السهم اللي هو بيمثل الشد عندنا بيبقى ناحيه الهواء، بالتالي هو قطع اير سايد سيكشن. يبقى احنا كده عرفنا اللود، عرفنا الاستريلينج اكشن، عرفنا القطاع اللي هنصممه، مش فاضل لنا غير تفاصيل التسليح. معنى كده ان التسليح الرئيسي اللي عندك هيبقى تسليح بوتوم، تسليح سفلي. احنا عشان نوضح التسليح هناخد قطاعين، قطاع بلان قطاع اليفيجن. القطاع البلان زي ما هو موضح قدامك كده، هنرسم نصه يمثل التسليح السفلي ونصه يمثل التسليح العلوي. تعال نتكلم على التسليح السفلي الرئيسي الاول. التسليح السفلي الرئيسي انا عندي مشكله في اتجاه الراديال. انت عايز تخلي الاسياخ كلها تمر بمركز الخزان. لو انت جيت تخلي الاسياخ كلها تمر بمركز الخزان، الاسياخ هتتقاطع في نقطه واحده، فازاي هتصب المنطقه دي وازاي هتحط كل الاسياخ دي كلها مع بعضها، تتحط زي فوق بعضها في نفس النقطه، فهيبقى صعب جدا، فده ما يقدرش يتطبق اصلا. فبناء عليه احنا عايزين نعمل فكره تانية، وفي نفس الوقت انا ما ينفعش اوصل الاسياخ في النص بالظبط، ده منطقه الماكسيمم مومنت، انا بتكلم على البوتوم على الشمال. فبناء عليه عملنا فكره بسيطه، عملنا في النص شبكه تسليح، شبكه تسليح بالشكل اللي قدامك ده، والسيخ اللي في الشبكه ده نفسه بنكسره ونطلعه في اتجاه الراديال، وبالتالي اعتبرت كان المركز بتاعي هي شبكه التسليح اللي في النص دي، والاسياخ كلها طالعه منها، بس هنا الاسياخ مش موصوله، السيخ اللي في الشبكه هو نفسه السيخ اللي مكمل في اتجاه الراديال اللي هو باللون الاحمر عندنا ده، هي دي الاسياخ الراديال اللي هي ظاهره عندنا في القطاع فوق، وانا عامل لها رجل اهو عشان امن السوكه بتاعت الجزء اللي فوق اللي منع حركه الوول خارج حدود الخزان. رقم 2 عندي التانجنشال، هي عباره عن اسياخ دورانيه لان الحمل بيمشي في اتجاه الدورات، اللي هي الاسياخ اللي باللبني عندك اللي هتظهر في الاليفيريا فوق اسياخ منقطه. يبقى التسليح السفلي هسلح فيه حاجتين، اتجاه راديال اتجاه تانجنشال. اتجاه الراديال بعمل شبكه تسليح، والشبكه دي نفسها بتكمل لحد ما تطلع من الاطراف، دي بتمثل التسليح في اتجاه الراديال اللي بتغطي الاحمال في اتجاه الراديال. عندك اسياخ دورانيه بتغطي العزم والاحمال اللي بتمشي في اتجاه التانجنشال. اما بالنسبه للطب ما فيهوش حمل، حديد ثانوي، فانا في الحاله دي ينفع اوصل الاسياخ في اي مكان، فهنعمل شبكه زي تحت، بس السيخ نفسه مش هيكمل لحد بره، ده عباره عن شبكه الاسياخ بتاعه الراديال بتروح فيها بتدخل فيها مسافه وليكن ال انكروش مثلا وخلاص، ومش فارق معايا لانه حديد ثانوي مالوش اي لازمه غير ان هو بيغطي الانكماش لان السمكه عدى ال 200 مللي، وعشان يكون شبكه تسليح فبناخد لها اسياخ دورانيه اللي هي باللون الموف اللي عندنا دي، عباره عن اسياخ دورانيه بالشكل اللي قدامك ده. يبقى انت لما هترسم تفاصيل التسليح هتقسم البلان نصين، نص بيمثل البوتوم نص بيمثل التوب. يبقى خلاصه تسليح الفلور في حاله الاليفيتد تانك ثلاث خطوات او اربع خطوات برضو. الخطوه الاولى اللودز عباره عن وزن الميه زائد وزن الارضيه، جابا كونكريت في التي فلور زائد جابا ووتر في الاتش ووتر. الاستريننج اكشن عندنا في بيندنج مومنت في اتجاهين، اتجاه الراديال اتجاه نص القطر، اتجاه التانجنشال اتجاه الدوران. هنصمم في الاثنين قطاع حرج واحد عباره عن اير سايد سيكشن معرض لعزم قيمته 2.1 دبليو فلور في الار تربيع، وبناء عليه التسليح عندنا هنحط تسليح رئيسي بالنسبه لنا سفلي وتسليح ثانوي علوي. التسليح السفلي في الراديال بنعمل شبكه تسليح، وشبكه التسليح هي نفسها بتطلع تكمل في اتجاه الراديال عشان تغطي العزم في اتجاه الراديال، عباره عن وعليها اسياخ عموديه، عليها عباره عن اسياخ دورانيه بتمثل التسليح بتاع التانجنشال. اما الطب بنعمل شبكه في النص، والتسليح الراديال بيخش فيها مسافه الا انكرش بس لانه مجرد حديد ثانوي، واسياخ عموديه عليها اللي هي باللون الموف دي عباره عن اسياخ دورانيه عشان تمثل الشبكه عندنا. كده يبقى احنا عرفنا تصميم الفلور لو كان الليفيتد تانك، وكده يبقى احنا صممنا الليفيتد تانك لو كان مطلوب مننا الليفيتد تانك. طب لو كانت على السويل هيفرق في ايه؟ هو نفس الكلام بس مرتكز على التربه، فهيبقى برضه موجود الاربع احمال عندنا، الميه، الفلور، الوول، الكفرنج. بس هنا في حاجه مختلفه حبه، بص في الرسمه اللي تحت ده كده، الفلور والوول الاثنين حمل موزع، فرد فعل التربه من تحت بيبقى هو كمان حمل موزع، فمحصله الاثنين مع بعض بيلاشوا بعض وتكون بصفر. اما وزن الكفرنج راح للول، فالول جابت لي حمل على المتر الطولي نتيجه وزنها ونتيجه وزن الكفرنج حمل على المحيط الخارجي. الحمل ده حمل مركز، لما يروح رد فعل التربه من تحت تجيبه لك حمل موزع على المتر المربع بالشكل اللي قدامك ده.
فبناء عليه ان نقدر نقول ان احنا هنهمل وزن الفلور ووزن الووتر، وهناخد بس وزن الوول ووزن الكفرنج هما دول، وهنصمم على حمل جاي من تحت لفوق. زي ايه بالظبط؟ زي القواعد المنفصله. زي القواعد المنفصله لما احنا صممناها في الاساسات كنا بنحمل وزنها الذاتي، وكنا بناخد وزن العمود هو او حمل العمود هو اللي نصمم عليه، لانه حمل مركز بنجيب رد الفعل من تحت. وبناء على الكلام ده لو احنا عايزين نجيب الحمل اللي جاي من تحت اللي هو الدبليو فلور اللي هو جاي من الوول والكفرنج، هنجيب وزن الهايت، وزن التغطيه على المساحه. وزن الوول احنا عارفين جافا كونكريت في التيول في الاتش وول ده على المتر الطولي، عشان اركزه كحمل هضرب في المحيط اللي هو 2 باي ار. الكفرنج او التغطيه اللي فوق هجيبها الوزن بتاعها كحمل مركز اقسمه على المساحه بتاعت الارضيه بتاعتنا اللي هي باي ار تربيع، يبقى انا كده جبت الوزن. يبقى هنا احنا هنصمم على رد الفعل بتاع التربه اللي جاي نتيجه وزن الكفرنج زائد وزن الحائط اللي على المحيط الخارجي. الخلاصه ان احنا لو عايزين نتكلم عن اللود، اللود عباره عن وزن حاجتين، وزن التغطيه زائد وزن الحائط على المساحه بتاعه الارضيه بتاعتي، جافا كونكريت في التيول في الاتش وول في 2 باي ار زائد وزن الكفرنج على الباي ار تربيع. ونفس الكلام لما نيجي نتكلم على الاستريننج اكشن هيبقى برضه بيندنج مومنت، بس المره دي ووتر سايد سيكشن، لان الحمل جاي من تحت لفوق. وبالتالي نفس الكلام هيبقى عندنا راديال وتانجنشال. العزم في النص بالظبط في الراديال او في التانجنشال 2/10 دبليو فلور في الار تربيع، بحيث ان الدبليو فلور احنا لسه حاسبينه فوق، الار هو نص قطر الارضيه بتاعتك، والعزم في الاطراف في حاله التانجنشال 1/10. بس التسليح المره دي التسليح الرئيسي هيبقى الطب، فهو نفس رسمه التسليح بتاعه المره اللي فاتت مع تغيير الاماكن. اللي على الشمال المره دي هو التوب رينفورسمنت، اللي على اليمين هو البوتوم رينفورسمنت. المره دي اللي ما ينفعش اوصله في نص البحر هو التوب رينفورسمنت لانه التسليح الرئيسي، فبنعمل الشبكه اللي قلنا عليها قبل كده، التسليح بتاعها بيكمل في اتجاه الراديال، غطى الحمل في اتجاه الراديال والعزم في اتجاه الراديال، اسياخ دورانيه عموديه عليها اللي هي اتجاه التانجنشال، بتغطي العزوم في اتجاه التانجنشال زي ما انت شايف على الشمال في الطب كده، هو ده التسليح الرئيسي بتاعي، هو اللي احنا موضحينه فوق. حتى لو انت خدت بالك المره دي في الاليفيجن لما خدت الراديال عملت له رجل كده عشان هو المره دي حديد رئيسي. اما في اتجاه البوتوم على اليمين هتلاقي عندك اسياخ في اتجاه الراديال كده بالشكل اللي قدامك، واسياخ في اتجاه التانجنشال اللي هي الاسياخ الدورانيه بنفس الكلام بتاع المره اللي فاتت. بعمل الشبكه، الراديال بيخش فيها مسافه وليكن الانكولوج، الاسياخ الدورانيه عباره عن اسياخ توزيعيه لتكوين شبكه. يبقى الخلاصه هنا برضو في اتجاه الفلور، في الفلور في الريست على السويل اربع خطوات. هنحسب اللودز عندنا اللي هي جايه من وزن الحائط زائد وزن التغطيه، الاستريننج اكشن عندك العزم في اتجاهين في اتجاه الراديال وفي اتجاه التانجنشال، هنصمم قطاع حرج واحد ووتر سايد سيكشن في النص معرض لعزم قيمته 2/10 دبليو فلور في الار تربيع، التسليح الرئيسي والتسليح العلوي في اتجاه الراديال واتجاه التانجنشال، اما التسليح البوتوم هو التسليح الثانوي. يبقى احنا كده لو عايزين نقول ملخص تصميم المساله بتاعتنا، اول خطوه الكونكريت دايمنشن، اذا لم تعطى هنفرض وزن الفلور بيساوي سمك الوول بيساوي سمك الفلور بيساوي 300 مللي. الخطوه رقم 2 الوول، اربع خطوات نحسب عليها لودز، ستريننج اكشن هتبقى عباره عن اكسيال تنشن فورس، هنصمم القطاعات الحرجه هتبقى عباره عن ووتر سايد سيكشن، واخر حاجه نرسم لها تفاصيل التسليح. بالنسبه للفلور على حسب النوع بتاعها هيبقى يا اما ريست على السويل يا اما الليفيتد، لودز ستريننج اكشن بيندنج مومنت دياجرام في اتجاه الراديال وفي اتجاه التانجنشال، القطاع الحرج بتاعنا هيبقى ووتر سايد سيكشن في حاله الريستد على السويل يا اما اير سايد سيكشن في حال الليفيتد، واخر حاجه تفاصيل التسليح. تعال ناخد بقى مثال كده مع بعض. هو بيدينا مثال اهو بيقول لك ايه، ديزاين سلايدنج سيركولار تانك، الدايمتر بتاعك نص القطر بتاع القطر بتاع الخزان 5 متر يبقى نص القطر 2.5، ارتفاع الخزان 4 متر. للحالتين دول اول حاجه الليفيتد رقم 2 ريستد على السويل، اف سي يو ب 30، اف فيلد ب 420، التي وول بتساوي التي فلور بتساوي 300 مللي معطى. مبدئيا الليفيتد تانك او ريستد على السويل مش هيفرق في تصميم الوول، واحنا كده كده هنبدا الوول. اول خطوه عندنا بسم الله الرحمن الرحيم كونكريت دايمنشن، هو مديها لنا المره دي جيفن على طول اهو، التي وول بتساوي التي فلور بتساوي 300 فده خلص. رقم 2 الوول، اول حاجه في الوول نبدا نحسب اللودز.
عشان نبدا نحسب اللودز قلنا اللودز عباره عن مثلث بالشكل اللي قدامك ده، قيمته بتساوي جاما ووتر في الاتش ووتر. هو مدينا ارتفاع الخزان ب 4 متر، كثافه الميه ب 10، يبقى 10 في 4 ب 40 كيلو نيوتن على المتر المربع، ويبقى هناخد هوريزونتال ستريب عند القاعده من تحت. وبالتالي لما احسب الاستريننج اكشن عندي هتبقى عباره عن اكسيال تنشن فورس، قيمته بتساوي البي في الار، الضغط ب 40، نص القطر ب 2.5، يبقى عندك اكسيال تنشن فورس قيمته ب 100 كيلو نيوتن على المتر الطولي، على اساس ان احنا خدنا استريب عرضها 1 متر. لو احنا عايزين نصمم القطاع الحرج الوحيد اللي عندنا، قطاع حرج معرض لاكسيال تنشن فورس، القطاع ده لو انت فاكر ووتر سايد سيكشن كان 3 خطوات. اول خطوه نشوف الكونكريت دايمنشن بتاعتنا اللي هي تقدر تسيف للقطاع ده في الاستريسز تقريبا، وضعيا كده كنا بناخدها من نص لستة من عشرة التي وركينج، اخدنا ستة من عشرة في المية يعني 60 ملي، فاحنا اخدين 300 فاحنا اخدنا 300. خطوة رقم اتنين نعمل تشيك الاستريسز بتاعتنا نتيجة حاجتين، نتيجة النورمال فورس ونتيجة المومنت. ان في 10 اس 3 على البي في التي يبقى 33 من 100، اف سي تي ام بصفر لان ما عنديش مومنت. بناء على الكلام ده كله احنا عرفنا الاجهادات الكليه 33 من 100. نروح نشوف الخرسانه بتقدر تشيل شد قد ايه. 6 من 10 الجذر التربيع الاف سي يو 23 من 100 ميجا باسكال. نروح نشوف التي فيرجوال عشان نجيب منها ايتا، هلاقي التي فيرجوال هنا في الحاله دي ما لا نهايه، يبقى ايتا ب 1.4 من 10، يبقى اف سي تي ار على ايتا 2.34 من 100، اكبر من الاجهادات اللي هي 33 من 100، يبقى سيف. يبقى انا كده جاهز اخش الخطوه رقم 3 اللي هي التصميم. هروح احول الحمل ده الالتيميت 150 كيلو نيوتن. نروح نحسب التسليح على طول واحد على البيتا كراك عشان ناخد تاثير الووتر سايد سيكشن. تي التيميت في 10 اس 3 على اف فيلد على جاما اس، واحد على البيتا كراك 150 في 10 اس 3 على 420 على 1.15 من 100، يطلع 411 على البيتا كراك. ابدا افرض ان انا هستخدم فاي 12 مثلا، لو بيتا كراك 83 من 100، يبقى التسليح 495. بس شايف انا كاتب ايه؟ ايه اس للصيد الواحد؟ ايه ده بقى؟ ما هو انت قلت ان التسليح بتاعك لازم يكون متماثل حوالين المحور الافقي، صح كده؟ يعني نص التسليح حطيته على الوجه اليمين، نص التسليح حطيته على الوجه الشمال، هنا هو مطلع لك التسليح الكلي، فعشان تجيب التسليح للوجه الواحد بيساوي التسليح الكلي اللي انت طلعته من المعادله على 2، فبالتالي التسليح للوجه الواحد هو نص ال 495 اللي هو 247.5، فبالتالي هنستخدم مينيمم رينفورسمنت 5 فاي 12. يبقى كده اخر خطوه في تصميم الوول بتاعنا تفاصيل التسليح. هناخد 2 قطعين، هوريزونتال ستريب وفيرتيكال ستريب. التسليح الرئيسي في الهوريزونتال ستريب اللي احنا حابين نكبر حته اهو، هي عباره عن الاسياخ الدورانيه اللي باللون الاحمر اللي بالشكل اللي قدامك ده، احمر ازرق احمر ازرق من الشمال اهو. التسليح الرئيسي هو اللي باللون الاحمر اللي هو 5 فاي 12 على المتر الطولي. التسليح الموزع اللي هو باللون الازرق اللي ظهر في الفيرتيكال ستريب بالشكل اللي قدامك ده كده، عباره عن اسياخ توزيع. طبعا احنا بنستخدم المينيمم كده كده 5 فاي 12 سواء رئيسي او ثانوي، بس انا وضحتها لك 5 فاي 10 بس عشان اوضح لك الفرق بين الحديد الرئيسي والحديد الثانوي. كده يبقى احنا صممنا الوول، وده مش هيفرق سواء كان هو الليفيتد تانك او ريستد على السويد. احنا هنتكلم من دلوقتي تصميم الفلور في حال ان هو كان الليفيتد تانك. اول خطوه عندنا برضو اللودز، الاحمال اللي هتاثر عندنا ايه؟ قلنا الاحمال جايه نتيجه وزن حاجتين، وزن الميه ووزن الارضيه. جاما ووتر في الاتش ووتر زائد جاما كونكريت في التي فلور، 10 في 4 زائد 25 في 3 من 10 47.5 كيلو نيوتن على المتر المربع. الاستريننج اكشن المره دي هتبقى قطاعات اير سايد سيكشن، هيبقى عندنا اتجاهين، اتجاه الريديال واتجاه التنجنشال. احنا هنحسب فيهم القطاع الحرج الاكبر اللي هو في النص بالظبط، قيمته بتساوي 2 من 10 دبليو فلور في الار تربيع، 2 من 10 في 47.5 في 2.5 تربيع، يطلع 60.6 من 10 ده سواء ريديال او تنجنشال. يبقى احنا عندنا قطاع حرج واحد بس هنصممه، القطاع اللي في النص المعرض لعزم 60.6 من 10 بس قطاع اير سايد سيكشن. ما فيش ستريسز، تصميم زي زمان بالظبط، هنخش على طول نحول العزم بتاعنا الالتيميت يبقى 91 كيلو نيوتن. نروح نصممه بالسي 1 جي، يطلع السي 1 4.54 من 100، الجي 82 من 100. نقدر نحسب على طول التسليح بتاعنا يطلع 1049 ملي متر مربع. نروح نحوله للسياخه يطلع 6 فاي 16 على المتر الطولي.
وبناء عليه يبقى احنا جاهزين نرسم تفاصيل التسليح. هنرسم البلان والاليفيجن. ولو انت فاكر قلنا البلان بنرسم النص اللي على الشمال يخص البوتوم رينفورسمنت، النص اللي على اليمين يخص التوب رينفورسمنت، والتسليح الرئيسي بالنسبه لي هو البوتوم رينفورسمنت. هنعمل شبكه في النص، الشبكه دي هيطلع منها الاسياخ في اتجاه نص القطر زي ما هو موضح باللون الاحمر ده كده على الشمال، هو ده التسليح الرئيسي بالنسبه لي اللي هو 6.16 على المتر الطولي. بعد كده عندك الاسياخ اللي في اتجاه الدوران اللي هي عبارة عن 6.16 في المتر الطولي، انه نفس القطاع الحرج مكتوب فوق في الاليفيجن 6.12، دي غلطة معلش، هي 6.16 على المتر الطولي. اما بالنسبة للاسياخ في الطب رينفورسمنت بنعمل شبكة في النص، التسليح بتاع الريدر بيخش فيها مسافة الانكرول، واسياخ دورانية اللي هي باللون الازرق ده بيمثل الريديال، واللون الموف بيمثل التنجنشال، والاثنين مينيمم هناخدهم 6.12 على المتر الطولي. وكده يبقى احنا خلصنا تصميم مسألة السيركولار سلايدنج تانك في حالة الاليفيتن. اما لو كان ريست العصويل الول اتصمم زي ما صممناه قبل كده بالظبط، اللي هيفرق عنك هو تصميم الفلور. نفس الكلام هنبدأ نحسب اللود، واحنا عارفين اللودز المرة دي بتيجي من رد فعل التربة نتيجة وزن الول زائد وزن الكفرنج على المساحة، بس احنا ما عندناش هنا كفرنج، فهنقول ان الوزن عبارة عن وزن الول جاما كونكريت في التي وول في الاتش وول 25.3 × 10⁴ في المحيط 2 باي ار، والار ب2.5 على المساحة باي في 2.5 ربيع، يبقى بيساوي 24 كيلو نيوتن على المتر المربع. نفس الكلام الحمل بتاعنا هيمشي في اتجاهين، اتجاه الريديال واتجاه التانجنشال. هناخد قطاع حرج في النص هيبقى ووتر سايد سيكشن، قيمه العزم عليه 2 من 10 دبليو فلور في الار تربيح في اتجاه الريديال او في اتجاه التانجنشال، يطلع العزم 30 كيلو نيوتن متر على المتر الطولي. بس المره دي القطاع ده قطاع ووتر سايد سيكشن، فلازم نبدا ناخد معانا التشيك ستريسز والكلام ده كله. فاول حاجه هنروح نبص عليها الكونكريت دايمنشن عشان نسيفها، 50 جذر الام ووركينج اللي هو 273، مش مجموع عليها ال 30 دي غلطه برده معلش، هناخدها تقريبا ب 300 ملي. يبقى انا كده معايا الكونكريت دايمنشن. خط رقم 2 نبدا اعمل التشيك ستريسز، مفيش نورمال فورس فبيبقى بصفر، نتيجه المومنت هيطلع 2. اروح اشوف الخرسانه بتشيل كام، 3.28 من 100. اروح احسب التي فيرجوال هلاقيه نفس التي ب 300، فهناخد ايتا 1.3 من 10، يبقى الاف سي تي ار على ايتا 2.52 من 100 اكبر من الاجهادات، يبقى سيف. يبقى انا جاهز اخش على طول التسليح سي 1 جي، اروح اجيب السي 1 اجيب الجي يطلع 826 من 1000، نجيب التسليح 1 على البيتا كراك يطلع 519 على البيتا كراك. نفرض ان احنا البيتا كراك عندنا فاي هنستخدم فاي 12، بيتا كراك 83 من 100، يبقى التسليح 6.16. اخر حاجه فضلنا تفاصيل التسليح يا جماعه. بالنسبه لتفاصيل التسليح بتاعتنا احنا هيبقى عندنا تسليح الرئيسي المره دي هو التسليح الطب. التسليح الطب هيبقى عباره عن شبكه في النص، التسليح فيها بيطلع في اتجاه الريدال بالشكل اللي قدامنا ده كده، وعليها تسليح دوراني في اتجاه التنجنشال 6.12 على المتر الطولي تبقى للتصميم بتاعنا. اما الطب بنعمل البوتوم المره ده اللي هو الحديد الثانوي، بنعمل شبكه في النص، التسليح بيخش في اتجاه الريديال، واسياخ دورانيه في اتجاه التنجنشال بالشكل اللي قدامنا ده، دي مينيمم برضو احنا هناخدها 6.12 على المتر الطولي، واحنا خلاص بقينا فاهمين الفرق بين الحديد الرئيسي والحديد الثانوي. اتمنى الموضوع يكون مفيد، اتمنى الناس تذاكر الموضوع، ولو في اسئله الناس تجمعها ونجاوب عليها كلها ان شاء الله، وبالتوفيق وربنا معاك.